بعد الكشف عن علاقتها بفترة قصيرة، ساندية تاج الدين تعلن انفصالها عن ناصر أقباب. تعرف على رد اللبنانية قمر بعد انتقاد إعلان حملها بدون زواج. والد حلشيحة يواجم ابنته ويدافع عن تامر حسني. ذرة تشكر جلالة الملكة على المساعدات التي قدمها لبلدها تونس. بطل أرطغرل يعود من جديد في مسلسل بربروس، أشهر بحار في التاريخ العثماني. السلام الله عليكم أيها الطيبون الطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. قبل بداية هذه الحلقة، أتمنى من كل المتابعين أن يشتركوا في قناتنا الثانية التي تهتم بكل ما هو جديد في الأخبار العاجلة للمغرب وأيضا الرياضة، وستجدون رابطها تحت الوصف. هيا أهجموا عليها. ولمن يشاهدنا في هذه القناة لأول مرة، فلا يبخل علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد، وأيضا فجروا الضغط على زر الإعجاب لأن هذا الزر يحفزنا كثيرا وأيضا يرقى بالقناة نحو الأفضل. وحتى لا أطيل عليكم، إلى التفاصيل. أعلنت بطلة مسلسل بنات العساس ساندية تاج الدين انفصالها عن الممثل ناصر أقباب. وأكدت ساندية أن سبب الانفصال هو عدم التفاهم في مجموعة من الأشياء، موضحة أنها لا زالت تكون له كل الاحترام والتقدير وتتمنى له الخير ولو من بعيد، وأن علاقتها بناصر لن تموت ولسنوات طويلة شملت الدراسة والتخرج والعمل، مؤكدة أنها لم تندم على قرارها وأن الحياة هكذا. لكن العديد من المتابعين رجحوا بأن هذا الانفصال حدث بسبب العين، خصوصا بعد خروج مال العلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد العديد من الرواد بأنهم عندما كانت حياتهم في سرية كانوا بأحسن حالة، ولكن بعد أن تم ولوجهم إلى عالم السوشيال ميديا حدث ما حدث. فما رأيكم أيها المتابعون؟ ردت الفنانة اللبنانية قمر على الهجوم التي تعرضت لها عقب إعلان حملها بدون زواج خلال الفترة الماضية. وبدأت القصة بعدما نشرت قمر صورا من جلسة تصوير جديدة ببطن منتفخة دون أن تعلن عن زواجها من قبل وعن هوية والد الجنين. وانهالت عليها الأسئلة من متابعيها يتساءلون من هو والد الجنين ومتى تزوجت، لترد عليهم ببوست طويل. وكتبت قمر عبر خاصية أسطوري على حسابها على الإنستغرام قائلة: السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبين بمعلومة تخصني خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحسبوني ويتعدوا على خصوصيتي ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه. وأضافت قمر: من أول يوم أعلنت فيه حملي وبتسألوا مين أبو الطفل ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين؟ لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر، مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا؟ روحوا تعلموا من الغرب التحضر والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا ما عنديش مشكلة أكون واللي هو الراجل اللي يتخلى على مسؤوليته. أبدى الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة استياءه من تصريحات ابنته الفنانة حلشيحة تبرؤها من مشاهدها الجريئة مع تامر حسني في فيلمها الجديد مش أنا. وفي تصريحاته لموقع في الفن المصري قال والد حلشيحة: أنا تعبت، كل شوية تقولوا لي حلا عملت حلا سوت، الكلام اللي قالته على السوشيال ميديا طبعا كله غلط، مش موافق عليه إطلاقا حتى لو بنتي، الفيلم ما فيهوش حاجة غلط. وتابع والد شيحة: ما ينفعش اللي قالته في حق تامر، هو إنسان على خلق ومحترم، وإزاي لما قريتي الورقة ووافقتي عليه ما شفتيش إني في حاجة غلط؟ ما ينفعش توافقي على حاجة وترجعي تتبرئي من هذا غلط. وأضاف أحمد شيحة: تامر حسني ملوش ذنب في اللي تشال من المشاهد وتحطه، هو إنسان محترم. وفاجأت الفنانة حلشيحة جمهورها بمنشور تعلن فيه استيائها من عرض كليب يضم بعض المشاهد التي تجمعهما ضمن أحداث فيلم مش أنا، وذلك على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
وجهت الفنانة التونسية درة زروق من خلال حسابها الرسمي على منصة تويتر للتواصل الاجتماعي رسالة شكر وامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على كل ما قدمه لبلدها تونس من دعم. وقد كتبت الفنانة تغريدة على حسابها بهذا الخصوص، قالت من خلالها بالنص: أشكر المغرب على إرسال المساعدات الطبية لبلدي تونس والدعم والمساندة في الوقت الصعب اللي بنمر به، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء. تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية عاجلة لتونس على إثر تدهور الوضع الوبائي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات جراء انتقال العدوى، حيث تتكون المساعدات الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين وبطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير كما و100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين. عاد النجم التركي المحبوب إنجين ألتان دوزياتان المعروف بشخصية أرتغرل في المسلسل الشهير قيامة أرتغرل إلى جماهيره بمسلسل جديد بعنوان الأخوان بربروس، الذي يدور حول حياة القائد البحري خير الدين بربروس وأخيه عروج البحار الأشهر في تاريخ الدولة العثمانية. بعد أن حقق مسلسل قيامة أرتغرل عشرات الملايين من المشاهدات، أعلنت قناة دي أرتي واحد قبل عام إنتاج مسلسل الأخوان بربروس من بطولة دوزياتان في دور القائد عروج، ويشارك في البطولة الممثل أولاشتونا في دور الشقيق عروج القائد خضر بن يعقوب ولقبه خير الدين بربروس. ونشرت القناة قبل أقل من شهر المقطع الترويجي الأول للمسلسل الذي ينتظره المشاهدون بفارغ من الصبر، وحقق المقطع أكثر من مليوني مشاهدة. وقبل أيام نشرت المقطع الترويجي الثاني الذي يظهر به المزيد من التفاصيل حول المسلسل وطاقم العمل، وحقق أكثر من مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط من عرضها. هناك 3 أنواع من البشر: هناك ملوك، والذين يخافون من الملوك، ومن يخوفون الملوك. هذا ما يقوله القائد عروج في بداية المقطع الترويجي، حيث يظهر على متن سفينته، ويبدو أن القصة تحمل الكثير من الحماس والتشويق الذي تعود عليه عشاق المسلسلات التركية التاريخية. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.